افضل مدير فني في هذه البطولة كاسم مين؟ هو اكيد مش كيروش بس هو في حقيقة الامر كيروش. يعني انت لما بتتكلم على السي في، كيروش هو افضل المديرين الفنيين الموجودين في البطولة على اسم تاريخي يعني، واسم خبرات كبيرة كسي في، اسم كبير. والله عشان كده سألتك السؤال ده، ما لا اقصد بيه شيء، بس لما تبص على مستوى السيفيهات والاسماء اللي موجودة بين كل المنتخبات، في اسماء لها خبرات افريقية، بس كيروش سي في عبقري. عشان كده حتى هو كيروش، بس المشكله انه طبعا في، انا قريت بعض الانتقادات ليه ان هو عشان كان جون فمدرب محدود المستوى، وده يعني فكر محمود اصلا منطق انا غريب جدا يعني، طبعا. لانه اولا كيروش بعد ما ساب موزمبيق وهاجر او رجع يعني للبرتغال، هو بيعتبر نفسه من موزمبيق وراح البرتغال فتعلم في أكاديمية البرتغال، وكان أستاذه فيريرا، ده كان أستاذ كيروش. و هنتكلم على جوزفالدو فيريرا اللي هو المدير الفني الأسبق للزمالك. وعلمه وأصر إنه يبدأ تدريب بتسع سنين واتناشر سنة. فيمكن ده خلق حاجتين عند كيروش إحنا بنعاني منهم، أو حاجة إحنا سعداء بيها. أولاً خلق منه إن هو إنك تقدر تقود هؤلاء الأطفال وتعلمهم، فده يديك طاقة أكبر وتفكير أكبر في التدريب. بس خلق كمان حاجة هي الدكتاتورية. ما هو أنت لما تمرن تسع سنين مش حد هيقولك لأ، صح، مش حد هينقشك، وما ينفعش حد يناقشك. يعني فده خلق فيه الحاجتين. بعدين صحيح. درب، هو قال كيروش في أكتر من حوار إنه أستاذه الأول أليكس فيركسون اللي اتعلم منه حاجات كتيره جدا في مانشستر يونايتد. فهو يعني مش مساله سي في بس، لكن هو خبرته اكيد كتيره جدا. لكن انا ما بحبش الاعتماد فقط على السي في في المدربين، لانه كانت ايه السي في بتاعت مانويل جوزيه لما جه الاهلي؟ صحيح، كانت يعني ما كانش مدرب مميز جدا، لكن نجح وعمل انتصارات عظيمه مع الاهلي. صحيح صحيح، اتفق مع حضرتك.